مش كل الناس اللي معاها فلوس اتولدت أغنية، بالعكس في ناس كتيرة اتولدت معاها فلوس وانتهى بيهم الحال بالإفلاس، وفي ناس اتولدت في ظروف بسيطة جدا وبدأوا من الصفر أو تحت الصفر وسابوا وراهم إنجازات وفلوس لأجيال جاية قدام. اللي بيفرق الناس دي عن الناس اللي اتولدوا أغنية وماتوا مفلسين هو 7 عادات مهمة جدا. لو انت عايزة تعرفي ايه هي 7 عادات دول اللي ممكن يخلوا اي حد يبقى مفلس ومديون وازاي تعكسيهم وتبعدي عنهم، خليكي معايا لاخر الفيديو. ازيكم؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بألف خير. للناس اللي اول مره بتشوفني، انا افرح حمدي، خبيره التجميل الطبيعي والعافيه. دايما بعمل فيديوهات تساعدك ان انت تطوري نفسك داخليا وخارجيا، ومن ضمنها طبعا ان انت تستقلي ماديا وتعتمدي على نفسك. لو بتحبي النوعيه دي من الفيديوهات اعملي اشتراك او فولو، ويلا بينا ندخل في موضوع الفيديو على طول. اول عاده سيئه ممكن تخليكي مفلسه ومديونه، انك انت ايا كان الدخل اللي بيجيلك الفلوس وتفضلي تصرفي وفي الاخر تقولي هو انا فلوسي بتروح فين، لانك من بدايه الحكايه مش عامله لنفسك نظام صارم جدا، وهو ان انت تدفعي لنفسك اولا. يعني ايه تدفعي لنفسك اولا؟ في كتاب ريتش داد بور داد الكاتب اتكلم عن حاجه مهمه جدا اللي بتفرق الانسان الغني عن الانسان الفقير، ان هو لازم ينمي عاده الادخار من الصغر. حتى لو انت دخلك صغير جدا، حتى لو كان مصروفك، لازم تتعودي دايما ان انت ما عندك ادخار. ما ينفعش كل اللي جاي يتصرف، وساعات كمان ممكن تستلفي عشان تغطي مصاريفك. ما ينفعش، لازم من البدايه تبقي عارفه دخلك قد ايه وتشيلي منه جزء على جنب احتياطي للطوارئ، والباقي بتوزعيه على المصروفات بتاعتك الشهريه. بتعملي لنفسك ميزانيه. انا لما كنت صغيره ولسه باخد مصروفي اتعلمت ان انا اعرف ايه هي مصروفاتي الشهريه. يعني مثلا في حاجات ثابته انا بشتريها خلال الشهر، ولما دخل عليا مثلا موضوع الموبايل بقيت عارفه ان انا بشتري مثلا كارتين موبايل في الشهر، بقيت احط كل المصاريف دي واعرف انا هصرف قد ايه والمصروف بتاعي قد ايه، والفائض الحبه اللي هم الزياده دول كنت بعتبرهم ادخار بالنسبه لي، ما بجيش بقى اصرفهم في اي حاجه عشان لو جت حاجه انا ما خططتلهاش اقدر ان انا استغل الفلوس دي فيها. تاني عاده ممكن تخليكي مفلسه ومديونه طول عمرك، لو انت اعتمدتي على بطاقه الائتمان. يعني مثلا تكوني انت بتشتغلي ومن حقك تطلعي بطاقه ائتمان او كريدت كارد، فتقولي ليه لا، وتبقى معاكي، فلما تفلسي وفلوسك تخلص تقدري انت تشتري بالكريدت كارد. وشايفه الموضوع لذيذ جدا، بس المشكله في الكريدت كارد انك انت طول ما انت بتدفعي في الوقت المفروض تدفعي فيه مفيش اي مشكله خالص، ودي نادرا ما هتحصل مع حد، لان هي الكريدت كارد مصممه ان هي تخليك تصرفي اكتر من طاقتك وتصرفي في حاجات انت معكيش اصلا الفلوس الكاش انك انت تشتريها، ولذلك بتبقي مديونه وبتيجي عليكي فوائد. وطبعا دي بتبقى احلى حاجه للبنك، ان هو يتصل بيكي بقى ويطاردك ويقول لك فين الفلوس، انت ما دفعتيش الشهر ده، وتتكسر عليك الفلوس والفوائد وتلاقي نفسك بقيتي انسانه مديونه وعندك ضغوط نفسيه رهيبه جدا. انصحك بمنتهى المصداقية وكأخت، لو انت تقدري تستغني عن بطاقة الائتمان استغني عنها فورا، لان هي من اكتر الاسباب اللي بتخلي عندك المنتاليتي او طريقة التفكير السلبية ان انت شخصية مديونة طول الوقت وانك عليك ديون طول الوقت وانك عايشة برة امكانياتك، بتشتري حاجات انت اصلا معكيش تمنها، بتشتري حاجات انت مش قادرة عليها اصلا، فده في حد ذاته غلط. تالت عادة ممكن تخليك تفضلي طول عمرك محدودة ومتحجمة في حجم معين، هو التركيز على الادخار فقط. في ناس بالنسبة لها الفلوس معناها ان انا احوش، ان انا ابخل على نفسي، ان انا استخسر، ان انا احط القرش على القرش. لا، غلط. الطريقة دي عمرها ما هتخليكوا اغنية او مستقلين ماديا. الادخار هو اسلوب او طريقة لتحقيق الثراء او ان انت يكون معاكي فلوس، لكن مش الطريقة الوحيدة. الطريقة التانية ان انت تخلقي مصدر او مصادر للدخل، يعني يبقى في عائد جاي عليكي مش بس ادخار. عيب الادخار ان هو محدود. لو انا النهاردة شلت جنيه يبقى الجنيه ده هيفضل جنيه لعشر سنين قدام، لكن لو انا عملت مصدر للدخل، الدخل ده مبقاش ليه اي حدود، وممكن الدخل يبقى دايما بيزيد او بينقص، بس على المدى الطويل في حاجة مستمرة جاية. لو انت عايزة تعرفي مصادر للدخل ممكن تبدأي فيها من النهاردة وتحققي دخل من المنزل، هيظهر لك فيديو دلوقتي عملته عن 11 مصدر للدخل من البيت لو انت طالبة او ربة منزل بدون راس مال.
خامس غلطة ممكن تقعي فيها هي المنظرة الزيادة عن اللزوم. مش عيب خالص ان انت كبنت او كست تاخدي بالك من مظهرك وتشتري لبس جديد وجزم وشنط وكل الحاجات الجميلة دي، بس لما تبالغي في الموضوع وتضيعي فلوسك كلها على الحاجات دي ويبقى معكيش ولا مليم في جيبك ومعكيش ولا مليم في البنك متشال على جنب لأي حاجة طارئة، يبقى انت اكيد ماشية في الطريق اللي مش صح. كل ده علشان خاطر ترضي صحباتك او صحباتك يعلقوا له واو انت جامده جدا، انت اكتر حد شيك فينا، انت اكتر حد دايما بيلبس الحاجات الجديده اول حد. للاسف الابهار ده مش هيفيدك اي حاجه. الناس الاغنياء بجد اللي هم زي مثلا مارك زاكربيرج او بيل جيتس او ايلون ماسك او ستيف جوبز، كل الناس دي كانت بتلبس لبس بسيط جدا، مش بيحاولوا يبذلوا اي مجهود ان هم اغنياء. مع ان واحد مثلا زي ايلون ماسك هو اول تريليونير على مستوى الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده، بيلبس حاجات مش ممكن ابدا تقدري تخمني هي ماركه ايه، لانه الناس اللي بتعمل ماركات غاليه هم مش هدفهم الناس الاغنياء، هم هدفهم الناس الفقراء اللي نفسهم يظهروا اغنياء. فبعدي خالص عن المنطقة دي والبسي لبس شيك وكل حاجة، بس خليكي بسيطة، ما تصرفيش فلوسك كلها على اللبس وعلى الماركات وعلى المنظرة لانها مش هتفيدك اي حاجة. سادس حاجة اوعي تقعي فيها ان انت تاخدي قرض او تديني نفسك عشان تعملي حاجة ملهاش اي لازمة في الحياة. ممكن قوي تكوني محتاجة تجيبي عربية عشان تروحي بيها الشغل، والشغل ده بيدخلك فلوس اكتر بكتير من قسط العربية. في الحالة دي نقول اوكي مفيش مشكلة، لكن ان انت مثلا تروحي تديني نفسك وتاخدي قرض عشان تطلعي رحلة مثلا في سنغافورة ولا في تايلاند كده، يبقى احنا بنهزر ومش بنفكر بتفكير صح خالص. وبرده لو انت هتروحي تجيبي عربية بالقسط ومعكيش تمنها، يعني انت مش اللي بتدفعي فلوسها، ده برده حرام ويبقاش كويس خالص، انك مش بتدخلي اي فلوس ومش بتستخدمي العربية دي في اي حاجة، ركناها تحت وعمالة تلم تراب وخلاص، مش بتعملي بيها اي حاجة مفيدة ولا بتدر عليكي دخل ولا هي بتسد خدمة او بتسد خانة مهمة في حياتك. نصيحة ليكي بجد، لو اتعرض عليكي ان انت تاخدي اي قروض ما تاخديهاش، انها تعيشك انسانة مديونة وتعمل عليكي ضغط نفسي جدا، وهي فعلا مزلة بالليل وهم بالنهار. ما تاخديش كارد الا لو انت فعلا فعلا مضطرة ولازم تاخدي كارد عشان خاطر تعملي حاجة تانية ممكن تكون مصدر دخل ليكي، مصدر دخل ليكي ولأسرتك، مهمة جدا في حياتك، ساعتها يبقى اعمليها. سابع غلطة ودي شائعة جدا جدا بين الناس، وهي عدم العطاء اعتقادا منك ان هو حاجة بسيطة او صغيرة قوي. موضوع العطاء انك انت تطلعي مبلغ صغير كصدقة عن صحتك عن فلوسك عن مصروفك، او حتى تطلعي شوية لبس مش بتلبسيه، كتب قريتيها وخلاص ما تيجيش بتقريها، للناس اللي بتلم الحاجات دي وبتبيعها بعد كده لصالح المؤسسات الخيرية، حتى لو كانت بسيطة جدا بتعمل فرق رهيب في حياة شخص اخر. دايما فكري انه الخمسة جنيه العشرة جنيه المية جنيه ايا كان المبلغ اللي ممكن تطلعيه من فلوسك كل شهر لصالح المؤسسات الخيرية او تساعدي بيه شخص بشكل مباشر، انت عارفة كويس ان هم محتاجين المساعدة، مهما كان مبلغ صغير بيعمل فرق في حياة الشخص ده، فلازم يرجع عليكي أضعاف مضاعفة. هو ده اللي يخليكي إنسانة غنية لأبعد درجة انت ممكن تتخيليها، حتى وانت لسه انسانه بسيطه، انت الطاقه بس الايجابيه اللي هتجيلك من ورا الحاجه دي هتلاحظي بركه في حياتك وتضاعف لفلوسك وتضاعف للبيبان اللي هتتفتح لك مش ممكن تتخيليها. اوعي ابدا تستقلي بالمبلغ او بالحاجه اللي ممكن ان انت تعطيها لشخص اخر تصنع فرق في حياتهم، هتصنع فرق في حياتك لا يمكن ان تتخيليه. وصدقيني لو بحثتي في حياه الاشخاص اللي بقوا اغنياء قوي 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 كلهم داخلين في مؤسسات خيريه، وبعد كده مع الوقت عملوا المؤسسات الخيرية بتاعتهم لان هم اكتشفوا السحر الرهيب وراء ان هم يبقى عندهم مؤسسة خيرية بتعمل فرق في حياة ناس تانية، واللي بيخلي فلوسهم والخير في حياتهم يتضاعف بشكل غير طبيعي. طبعا لو عايزة تشوف فيديوهات اكتر تعلمك ازاي تستقلي ماديا وتحققي مصادر للدخل من البيت، انصحك تشوف الفيديوهات اللي هتظهر لك هنا دلوقتي. اتمنى من كل قلبي يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك ياريت تعملي لايك، ولو عندك اي اسئلة او ملحوظات تقدري تكتبيها في التعليقات، ولو حابة تشوف الفيديوهات بتاعتي في المستقبل اعملي اشتراك او فولو، وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.